شكرا عبد الله عمر شاه، وهما يذكران بقول إيميل شورا الذي أحب: الشعر كما الموسيقى نلامس بهما شيئا جوهريا يستبعد الزمن، الشعر والموسيقى غيبوبتان ساميتان. حب الناس نافلة من النوافل، وأنا بها أتقرب إلى الله، دعوا الحب يمر. شاعر الحب ابن تيفل الشاعرة، سليل مبدعين في الفن التشكيلي والشعر، شاعر نور الدين والي، فليتفضل إلى المقرأ. مساءكم. قصيدة شعر ترقص على إيقاع رعشة قلبي إحساسا بتواجدكم، فلأنكم نسيم المساء، ولأنكم بحيرة الماء التي تعكس ملامح القصيدة وحجم الكون، فأنا من أجلكم جئت ولكم أكتب وبكم غدا سأواصل. سأقرأ عليكم من ديواني الجديد دعوا الحب يمر، قصيدة بعنوان: لشفتيك طعم العيد وأنا أصغر طفل في الحارة. شهيتي هذا المساء قبل على إيقاع مطر مشاكس يتحرش بزجاج النافذة، وفنجان شاي دافئ يرقص بخاره على همسك ورقصة طالب وملحق. وبعد الفطائر فهل تقبلين دعوتي للإبحار؟ أجيبيني قبل أن أعتذر من قطعة السكر. لشفتيك طعم العين وأنا أصغر طفل في الحال. أحلى القبل تلك التي تأتي كالموت دون موعد، وأخطر الحروب دمارا هي التي تعلنها النظرات وتنهيها الشفاه. إلى وطن يسكنني ولا أسكنه، رسموا لنا بالوهم بقرة حمراء ترعب الناظرين، من خوفنا ذبحناها على الورق ونمنا جائعين. حاجتي فيك يا وطني حاجة المسافر لقطرة الماء في حضرة السراب، وحاجتهم فيك يا وطني حاجة القط لحفنة من تراب، يتبرزون ويغيرون فيك الماء.